احنا كنا مبسوطين قوي في البروفا الحقيقه. انا اكتر ميرسي. طيب احنا كنا امبارح بنحتفل بعيد الحب وعايزين نعرف بقى انت بتغني اغاني رومانسيه كتير فعايزين نعرف احتفلت ازاي بعيد الحب امبارح. هو الحقيقه انا سنجل فاحتفلت في البيت عادي جدا. ما اختلفناش احنا قلنا برضو ان السناجل بيحتفلوا بعيد الحب. بالظبط. على فكره انت كمان قلت لي ان حتى المتجوزين نايمين عادي عشان عندهم شغل الصبح. برافو عليك. طب قولي لي يعني السنجل يعمل ايه؟ يعني مثلا في ناس كتير امبارح على السوشيال ميديا كانت بتكتب يعني انا سنجل ويعني بحقد على مش عارفه مين مش لاقي حاجه كلها. يعني فيعملوا ايه بقى؟ هقول لك على حاجه. انا عن نفسي مثلا حبيت امبارح اعمل حاجه مختلفه يعني طلعت كتاب وقريته. انا عندي مكتبه كبيره في البيت فطلعت امبارح كتاب بدات ان انا اقرا فيه اعمل حاجه مختلفه. لا مش عن الحب عموما يعني. بس عايزه اقول لك على حاجه ان برده السناجل ليهم ميزه. ايه بقى؟ ايه بقى؟ اول حاجه مش بيفكروا طول الوقت طب بيحبني ولا ما بيحبنيش. ما عندهمش ضغوط نفسيه طول الوقت. عارف مرتاحين نفسيا. يعني انت معالجه نفسيه بقى. شفت مش جايه تغني مثلا يعني المرتب مثلا ما بيخلصش ان انت فيه هديه بقى وهتفكر في عزومه ومش عارف ايه وبتاع. ومرتبك بتصرفه لوحدك ما حدش بيشاركك فيه. الموضوع ده مش عايزني بقى خلاص بلاش نقلب المواجع. مرتبك طب قولي لي